سعد الكتكني رئيس مجلس الشعب باب الترشيح دون وضع ضوابط او اجراءات او شروط. يعني كان من الممكن ان واحد اسرائيلي يقدم طلب لاجل ان يترشح. ممكن واحد مش مصري اطلاقا حتى لو كان مش اسرائيلي او غيره او اي جنسية. ممكن واحد يكون فاقد للشروط الخاصة بممارسة حقوقه السياسية يتفضل بالتقدم. عطوش اي قواعد. وبعد ما اغلقوا باب الترشيح فوجئت ان هم عدلوا اسمي من رقم 13 الى رقم 291. ليه؟ لان انا مش منتمي لجماعة الاخوان المسلمين. ده اساس. وانا من حزب اخر. يعني في خصومة سياسية. هم دلوقتي وضعوا الاساس اللي هيحكموا به البلاد. هو الاقصاء لمن لا يقف معهم. اعطاء الظهر لكل المنافسين ليهم او لكل الاحزاب الاخرى الا بعض الاشخاص الاخرين اللي بيجوا على هواهم لخدمة اجندتهم. وده هو الوضع اللي هم حطوه النهاردة لاجل ان هم يرسموا بيه مستقبل مصر. طبعا ما وضعوش قانون لاجل اختيار الاشخاص الذين يضعون دستور جمهورية مصر العربية. وضعوا الدستور وضعوا القانون بعد ان اغلق باب الترشيح وبعد ان تم التقدم ب 1308 اسم دون ضوابط. يبقى ده قانون يعتبر قانون تفصيل. المفترض القانون يبقى سابق على تلقي الاسماء حتى اعلم انا واعلم ويعلم كل الناس هل هناك شروط محددة وهل تتوفر تلك الشروط فيا ام لا. هذه قواعد العدالة وقواعد المساواة وسيادة القانون. لقد طرحوا سيادة القانون وطرحوا قواعد العدالة جانبا ووضعوا قاعدة واحدة لأجل اختيار الجمعية التأسيسية وهي الانتماء إلى تنظيم الإخوان المسلمين أو التعاطف معه. إن كنت متعاطفا مع جماعة الإخوان المسلمين ومع الحرية والعدالة فأنت في النعيم. أما إن كنت غير متعاطف أو مختلف سياسيا بشكل حضاري فأنت عدو مبين وسوف يتم رفع اسمك زي ما رفعوا اسمي كده من 13 ل 291 وده شيء ثابت وقدمته بالمستندات والمحكمة تبين لها ان العشوائية هي التي تحكم الاختيار والعلاقات والمحسوبية. هذه المحسوبية والعلاقات التي حاربناها قبل الثورة هم يدشنونها الان. يدشنون العشوائية الاجرائية. يدشنون عدم سيادة القانون. يدشنون قواعد المحاباة. ماذا ينتظر الشعب المصري الآن من هؤلاء؟ ينتظر ماذا؟ هل ننتظر دستورا يعبر عن الجميع الآن في ظل أن هذه اللجنة التأسيسية اختيرت دون وضع قانون محدد ووضع لها قاعدة المحاباة فقط والانتماءات؟ كيف هذا؟ كيف هذا في بلد عظيم كمصر علم البشرية وعلم العالم كلها في العصر القديم والحديث كيف يكون هناك احترام للقاعدة القانونية منذ عام 23 ومصر تضع دساتيرها من 23 واحنا عندنا دستور. بقول للدكتور سعد الكتتني وبقول للجنة التأسيسية وبقول لكل القائمين على حكم مصر الآن من سلطة تنفيذية هؤلاء لم يحترموا الشعب المصري لأنهم قاموا باختيار لجنة لا تعبر عن الشعب. لجنة بدون قانون. لجنة ستعتبر في تاريخ مصر سقطة كبيرة جدا جدا مثل تلك اللجنة التي وضعت دستور 23 في البداية وسميت بلجنة الأشقياء. أنا أطالب القضاء المصري الشامخ بأن يقول قولته الآن وأن يبطل عمل هذه اللجنة حماية لمستقبل أجيال حماية لمستقبل مصر وتاريخها وحضارتها. اسمه تايتل خالد فؤاد حافظ رئيس حزب الشعب الديمقراطي والمحامي بالنقد. شكرا يا فندم.